هذا البرنامج برعاية مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي مباشر، وبجدد شكري مرة أخرى للسيد وكيل وزارة الري بمحافظة الدقهلية والفريق المعاون الكامل اللي بيقوم بخدمة الأهالي في محافظة الدقهلية. معايا الحاج سيد من الشرقية، اتفضل يا حاج سيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سامح بيه؟ يا أهلا بحضرتك. احنا يا فندم بنشكر قناة مصر الزراعية والعاملين فيها والقائمين عليها يا فندم لاستجابة شكوى المواطن. العفو حاج سيد، ده دورنا. الله يخليك. طبعا حضرتكم لما كلمت حضرتك على موضوع الصرف المغطي في منطقه صن الحجر، ايوه طبعا على طول كلموني الساعه 9 بالليل وقالوا لي المنطقه فيها جلاء احلال وتجديد. فانا طبعا يعني ببعث رساله طبعا وزير الزراعه والسيد محافظ الشرقيه ووكيل وزاره الشرقيه ان هم يعني يعجلوا في موضوع احلال وتجديد صرف صن الحجر، لان المنطقه دي فيها حوالي 40,000 فدان، وكان فيهم في الخطا في الشغل من الاول في موضوع الصرف المغطي. ايوه الاله اللي المفروض كانت شغاله دي كانت بتفضل شغاله وبتحط عليها مواسير، وكانت المواسير بتخلص والاله شغاله. هنا عملت فواصل في الخطوط يا سامح بيه، والخط حوالي 1700 متر. بقالنا كام 20 سنه دلوقتي مش عارفين نعالج الاخطاء دي. فهي المفروض بقى الاحلال والتجديد على 20 سنه، احنا عندنا 22 سنه دلوقتي، وطبعا دي حضرتك هياثر على الارض الزراعيه تاثير جامد، لان دي شبكه ربط المنطقه كلها ببعضها. تمام، حاضر يا حاج سيد، انا برضو هتابع معاهم ونشوف الاحلال والتجديد اللي وعدوا حضرتك بيه ده امتى هيتم، وعلشان انت برضو تبقى عارف يعني طول ما محدش بيرد عليا وبيديني ميعاد معين الفلاح هيبقى قاعد قلقان. فهقول لك ايه الخطه اللي بيشتغلوا بيها ان شاء الله، علشان احنا قلنا ان المسؤول بيشتغل مع الفلاح، ايدينا في ايدين بعض. حاضر، بشكرك يا حاج سيد.